موجز رابعة كنقدمه لكم من شوف تي في، أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعية عزم الحكومة الاستمرار في عملية الإصلاح، مؤكدا على إرادة الحكومة على مواصلة الإصلاحات. وعلاقة بموضوع الامتحانات، وجه رئيس الحكومة حسب ما صرح به وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء مع الصحفيين، اعتبر رئيس الحكومة في كلمتها على أن ما سجل من تسربات محدودة وجزئية لم تتني الحكومة عن مواصلة التعامل الصارم لمواجهة كل ما يمكن أن يمس من قيمة شهادة البكالوريا وانعكاسها إيجابيا على الحالة النفسية لمجتازيها الامتحانات وإرساء الاستحقاق. أكدت منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب خديجة رويسي أمس بمدريد على أهمية تأسيس شبكة مغربية لمناهضة هذه العقوبة، وأضافت رويسي في تدخلها خلال إحدى الموائد المستديرة في المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام اللي غادي تختتم فعالياته يوم غد أنه رغم تزايد عدد الدول اللي ألغت عقوبة الإعدام لازالت هناك مقاومة قوية مع بعض الدول الأخرى لهذا الإلغاء. في شأن القضائي، دخل المتهمون راشدون 74 المتابعون في حالة اعتقال على خلفية أحداث الخميس الأسود اللي شهدتها الضل البيضاء في إضراب مفتوح عن طعام منذ أمس الخميس من أجل المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، إسوة بالمتابعين 61 اللي استفادوا من الصراح المؤقت الأسبوع الماضي. في الخبر الدولي، وصف محتجون أتراك اليوم لقائهم برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس بالإيجابي، وقالوا إن أردوغان تعهد بتجميد خطط لإعادة تطوير منتزه في ميدان تقسيم بإسطنبول إلى أن تصدر محكمة قرار بشأن المشروع. جاء ذلك بعد أن التقى أردوغان أمس في مقر بأنقرة مجموعة من المتظاهرين بعد بضع ساعات من توجيه إنذار أخير إليهم لإخلاء الميدان والحديقة المقابلة لها. في الخبر يدي، وقع الدولي المالي إدريسا كوليبالي مدافع الأخوية القطري رسميا في كشوفات نادي رجاء البيضاوي في عقد كيمتد لموسمين. وخد كوليبالي مجموعة من التجارب المميزة رفقة كل من شبيبة القبائل الجزائري والأهلي الليبي والترجي التونسي وايستر الفرنسي ثم الأخوية القطري فيما كانت بدايته برمكز صليفة كايتا بمالي. نهاية الموجز، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.